تستعد القوات المسلحة السودانية لاستضافة مناورات عسكرية إفريقية هي الأضخم، حيث إنها متعددة الأقطاب لحفظ السلام في القارة الإفريقية، وهي قوات طوارئ شرق إفريقيا والتي تعرف اصطلاحا بإيساف. وتهتم هذه القوات بصيانة الأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة. ومنذ بداية مايو الماضي يقود السودان قوة إيساف لثلاث سنوات بعد اختيار العميد الركن علاء الدين عثمان مرغني قائدا للقوة خلفا لقائدها السابق البورندي العميد كايسا. ولم يقتصر دور القوات المسلحة السودانية على دورها الوطني داخل الحدود، بل ظلت حضورا ومساهمة في القضايا المرتبطة مع الأشقاء والأصدقاء. نسعد مشاهدينا أن نكون في حضرة القوات المسلحة هذا المساء، ونسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة من حوار آخر الخبير الاستراتيجي اللواء معاش أمين إسماعيل ميذوب. سيد أمين، السلام عليكم. مرحبا بك ومرحبا بضيفنا دكتور فيصل، ومرحبا بالإخوة المشاهدين. إذا نرحب كذلك بالدكتور فيصل عبد الله المحجوب، وهو منسق المكون المدني لقوات شرق أفريقيا. دكتور فيصل أهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. مرحبا. إذا لنبدأ مباشرة بسعادة اللواء أمين إسماعيل ميذوب. سعادة اللواء، نرجو أن نعطي المشاهد الكريم صورة مبسطة عن هذه المنظومة العسكرية إيساف، قوات شرق أفريقيا لحفظ عملية السلام. متى تكونت هذه المنظومة؟ من من تتكون؟ أهمية هذه المنظومة؟ هذه المنظومة تكونت بعد تحويل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي. نعم. وهي أحد الأزرع لحفظ السلام في الغارة الأفريقية، وسميت في وقتها بقوات الطوارئ. وتم تقسيم الغارة إلى أربع أجزاء، هي شمال جنوب شرق وغرب. السودان يقع في المنطقة الجغرافية الشرقية في شرق أفريقيا، وتكونت هذه القوات في 10 سبتمبر 2004. ده تاريخ تكوين هذه القوات. وهذه المنظمة تشتمل على 10 دول، من ضمنها السودان وكينيا وأثيوبيا ويوغندا ورواندا وبوروندي وسيشل والصومال وجزر القمر وجيبوتي. دي العشرة دول منظمة للمنظمة وتكون المنظومة العسكرية. بالإضافة لجنوب السودان كعضو مراقب. الآن مراقب، ويتوقع في المستقبل أنه ينضم لهذه المنظومة. هذه المنظومة الهدف منها هي حفظ السلام في حالات الطوارئ في منطقة شرق أفريقيا. وعندها سيناريوهات بيتم التدريب عليها. يعني لمن تتبع؟ هي لهذه الدول فقط، أما أن لها تنسيق مع مجلس السلم والأمن الأفريقي. هي أحد أزرع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفي 3 منظومات أخرى، هي في غرب أفريقيا وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا. كلها تتبع، وتم هذا التقسيم الجغرافي لصعوبة التنسيق إذا تم وضع الغارة كلها في قوة واحدة. لذلك تم التقسيم، وكل منظومة عندها مغر بتاع قيادة وعندها قاعدة لوجستية. شرق أفريقيا المغر في أديس أبابا، والقاعدة اللوجستية في باماكو. ده بيدل على انه التقسيم تم بطريقة عملياتية. يعني فيه مراعاة للوضع الجغرافي، فيه مراعاة للبيئة الاستراتيجية والبيئة الإقليمية، وكذلك سهولة الحركة والتنسيق بين الدول المكونة لهذه القوات. نعم. طيب نتحول إلى المكون المدني. يعني بكل تأكيد قوات حفظ السلام تعني أنها تتعامل ليس من النواحي العسكرية فحسب، وإنما تتعامل في كافة الجوانب المتعلقة بعملات حفظ السلام. ما هي مهام المكون المدني لهذه القوات، قوات إيساف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المكون المدني هو يعمل ضمن منظومة متكاملة برئاسة القوات المسلحة ووجود الشرطة ثم المدنيين. وهذه المنظومات الثلاثة تعمل بتنسيق تام في عمليات حفظ السلام بقواعد وأسس محددة. وأي من المكونات له أسس وله قواعد بيعمل على أساسها، وهنا هنالك أسس وقواعد برضو مشتركة تربط بيناتهم. ولكي يقوموا بهذا العمل يقوموا بأدوار متكاملة، بيحصل لهم تدريب على هذه الأدوار، وتدريب على العمل المشترك فيما بيناتهم،
حتى ينجزوا عملية حفظ السلام بالطرق والأسس وبالقواعد بتاعت الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. إلى أي مدى كذلك يعني هنالك اهتمام بهذا الجانب المدني، بمعنى الاتصالات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني في مناطق حفظ السلام، توفير التمويل للجانب المدني، لأنه الاتصال بالجانب المدني يتطلب استعدادات فنية ولوجستية مختلفة. الجانب المدني يقوم بأدوار هامة في عملية حفظ السلام، دائما رئيس البعثة مدني ونائب رئيس البعثة بيكون مدني، والجانب المدني يركز على الحياة، على تحريك الحياة، المسائل القانونية، القضاء، حياة الناس، أكلهم، شرابهم، صحتهم، تعليمهم، بناء المجتمع، عملية المفاوضات، السلام وكذا، وتدريبا المجتمع على انه يتجاوز ازمته وكذا يعني. فيقوم بالدور بتاع الحياه، دور الحياه او تحريك دور الحياه في هذه الدوله اللي فيها نزاع او الدوله فيها نكبه يعني. طيب انا ساعود لمعرفه العديد من النقاط المرتبطه بالجانب المكون المدني في قوات إساف، وهذا ربما يقودنا كذلك للاطلاع على تجارب مماثله أو أدوار لعبتها قوة إساف، طالما أنها تشكلت كما أشار سعادة اللواء منذ العام 2004 حتى الآن، هذا وقت طويل يعني منذ تأسيسها أكثر من تقريبا 13 سنة الآن. طيب سعادة اللواء، فيما يتعلق بالتنسيق العسكري، أنت أشرت إلى أن أفريقيا وزعت إلى أربع أقاليم فيها أربع منظومات عسكرية مختلفة أو خمسة في عدد من المناطق الأفريقية المختلفة، خمسة منظومات. إلى أي مدى طالما أنا أتحدث عن انفلات في الجوانب المتعلقة بعمليات حفظ السلام، مجابهة حركات التمرد المختلفة التي تتحرك في المناطق الإفريقية، إلى أي مدى هنالك تنسيق بين قوة إساف وبين هذه المنظومات العسكرية الأخرى الأربعة بالإضافة إلى إساف؟ لا، التنسيق هو في تنسيق داخل الغارة بين المكونات الأربعة ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وفي تنسيق خارجي مع الأمم المتحدة. التنسيق بيأتي من الأدوار اللي ممكن تلعبها هذه القوات. الدور الأول المربية هي المراقبة. المراقبة بالنسبة للأحداث اللي بتكون في الغارة، مناطق الأزمات، البؤر الأزموية اللي بتمر بها الغارة عموما. الدور الثاني هو التدخل لتثبيت السلام، هو ما يعرف بحفظ السلام. بتقوم به هذه القوات منفصلة تابعة للاتحاد الأفريقي. الدور الثالث التدخل لحفظ السلام مع الأمم المتحدة، بحساب بتكون مشتركة الاثنين، وهنا بيكون التهديد بمستوى أقل أو مستوى أقل من المتوسط. الدور الثالث اللي هو التدخل لبناء السلام أو لحفظ السلام، هي مرحلتين مرتبطات مع بعض، برضو منفصل للاتحاد الأفريقي. الدور الخامس هو التدخل مع الاتحاد الأفريقي زائد الأمم المتحدة. ودي طبعا عندنا تجربة نحن بتاعت اليونامت في دارفور، من التجارب الناجحة كان. الدور الأخير التدخل بناء على الفصل السابع. تدخل هذه القوات بناء على الفصل السابع، ما بيتيح لها استخدام القوة لفرض السلام ويعني تهدئة الأوضاع في مناطق الصراعات. طيب. دي الست أدوار المربية. التنسيق بيتم كله عبر مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهذه القوات عندها مجلس بتاع خبراء، سكرتارية، مجلس بتاع وزراء، في مجلس رؤساء الدول والحكومات. هذه المنظومة بتعمل بتنسيق كبير جدا جدا. الخبراء بيحددوا الملفات المهمة، بيجي رؤساء الأركان بيحددوا السياسات، سياسة تدريبية، سياسة دفاعية، العملياتية. بيأتي مجلس وزراء الدفاع، ومن حسن الحظ يعني هذا التمرين يأتي والسودان يرأس مجلس وزراء دفاع شرق أفريقيا، ويرأس قوة شرق أفريقيا هو من السودان السيد العميد على الدين. فهذا التنسيق هو تنسيق مثالي وتجربة ناجحة، ويمكن ده التمرين يعني نمرة 12. نعم. كيف تتحرك قوة إيساف إذا كان هنالك حدث محدد
يعني بمعنى ممن تتلقى التعليمات؟ هل تنتظر التعليمات من مجلس السلم والأمن الأفريقي أم أن القيادة المشتركة لهذه القوات هي التي تتخذ قرارها بالتحرك؟ القرار الآن بيتم عبر السكرتارية ويرفع الطلب إلى مجلس وزراء الدفاع. مجلس وزراء الدفاع بيرفع الطلب مباشرة إلى مجلس السلم والأمن اللي فيه وزراء الخارجية وزراء الدفاع ثم إلى رؤساء الحكومات. هذه الخطوات بتتم في يعني زمن قليل جدا جدا. بيتم تحريك القوات باستلام مهام البحثة تكوينها من الدول المعنية. ولكن هنا في بعض يعني الافتراضات انه الدوله تكون موافقه استخدام القوه يتناسب مع الموقف. الدوله صاحبه الحدث ولا صاحبه الحدث؟ صاحبه الحدث لازم تكون موافقه على التدخل استخدام القوه المناسبه مع الحدث والتنسيق اللي تقريبا هذه المنظومه العشر دول تقريبا تمثل معظم الدول في منطقه شرق افريقيا. هي بالضبط العشر دول عدا جنوب السودان اللي هو الان مراغب في هذه الدوره. ولكن هذه الدول الان يعني لو لاحظنا انه التوتر خف تم حل كل المشاكل. في برضه منظمه بتعمل. اريتريا ليست عضوا في هذه المنظومه. اريتريا نعم هي ليست عضوا ولكن طبعا لانه كان في التعامل بيتم اثيوبيا باعتبارها منطقه جغرافيه متكامله. ولكن انا اعتقد انه اريتريا ستدخل في هذه المنظومه. والان في الايجاد. الإيجاد بتعمل بتنسيق متكامل جدا لأنه برضو في يعني يوغندا والسودان وكينيا من دول الإيجاد وهي في نفس الوقت القوات بتاعت شرق أفريقيا. فالتنسيق هنا يعني في مسألة جنوب السودان، في مسألة دارفور، في مسألة حل الحرب بين أريتريا وأثيوبيا كلها كان عندها دور كبير جدا جدا في إيقاف هذه النزاعات. نعم. وحلها بطرق سلمية. طيب انا سعود ان شاء الله مثل ما هي التجارب التي اطلعت بها قوه ايساف عسكريا في المنطقه طالما انها الان عمرها 13 سنه من الزمان، كيف تتم عمليه التسليح وكذلك الترتيبات اللوجستيه الفنيه الهندسيه لهذه القوات في تحركاتها؟ لانه تحرك من قوه اقليميه هذا يعني انها تحتاج لحركه يعني حركه واسعه ربما عن طريق البر، ربما عن طريق الطيران ما الى ذلك. ولكن كذلك طالما ان هذا هو الوقت الذي تشكلت فيه إيساف منذ قيام الاتحاد الأفريقي، وأنا هنا أتوجه للدكتور فيصل، ما هي التجارب التي عملت من خلالها قوة إيساف خاصة في الجانب المدني لحفظ السلام أو المناطق التي عملت فيها؟ نعم الإيساف طيلة الفترة السابقة كانت تعد وتجهز القوات متكاملة. لما نقول قوات الإيساف هي القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. فظلت في حالة بتاع التدريب بواسطة خبراء من كافة الدول الأوروبية وغيرهم، والمانحين هم منحوا هذه الأموال الضخمة للتدريب. وحقيقة ظل التدريب متواصل. وفي مشاريع السلام في عام 2013 في جنجة قام نفس التمرين اللي قام في السودان، ورفعت القوة الجاهزية التامة إنه قوات شرق أفريقيا هي جاهزة لأنها تكون تتدخل في أي منطقة وتقوم بعملية بتاعت حفظ بتاعت السلام. الدور أو المشاركات المدنية في عملية حفظ السلام، شارك المدنيين في بعض العمليات بتاعت حفظ السلام اللي هو في جنوب السودان، شاركوا كمراقبين فقط. نعم يعني لم تكن هناك تجارب فعليه تمت اسندت لإيساف وقامت بها حتى الان. يعني هنالك في الاقليم مناطق عديده مضطربه مثلا الصومال لا تزال فيها العديد من المشكلات المختلفه، إيساف لم تتحرك في الصومال بينما تحركت قوى افريقيه اخرى. الصومال الإيساف ما لكن الدول المكونة للإيساف شاركت في الصومال، لكن كإيساف كبضي إيساف يشارك ما شاركت بطريقة رسمية. طيب حتى الآن بالنسبة للمكون المدني، هل هنالك ترتيبات الآن لأي مشاركة في أي عملية لحفظ السلام في المنطقة، أو ربما هنالك ترتيبات مالية ومادية وكذلك توفير دعم عبر المنظومات الإقليمية أو المنظمة الدولية حتى؟ المكون المدني قام مكون مدني على مستوى الاتحاد الأفريقي، وكان الكلام ده في العام 2013.
وبموجبه تكونت مكونات مدنية في كل الأقاليم الخمسة في شمال وشرق أفريقيا. ونحن يعني شخصيا مثلت السودان أو مثلت شرق أفريقيا في اتحاد الأفريقي، مثلنا شرق أفريقيا كلها في الاجتماع بتاع الغارة كان في أديس أبابا في 2014، وجات كل المكونات المدنية الموجودة في القارة الأفريقية من غربها وشرقها وجنوبها ووسطها وشمالها، ووضعوا أسس ووضعوا قواعد ووضعوا أشياء كثيرة. من أهم الأشياء اللي وضعت هي موضوع الداتابيز بالنسبة للخبراء، البيانات، أيوة قاعدة بيانات بالنسبة للخبراء المدنيين الممكن يشاركوا في عملية حفظ السلام، لأنهم هم عندما تحصل عملية حفظ السلام ما يبلغوا ناس جاهزين يقدروا يتصلوا بهم عشان يقدروا يعملوا عملية. فاقترحوا المسألة دي وقامت عملية الداتابيز وفي كل الأقاليم ومن ضمنها شرق أفريقيا، وعملوا قبل شهور في السودان امتحان، عمل امتحان للمدنيين، حقيقة اجتازوا الامتحان حوالي 44 مدني. طبيعة هذا الامتحان؟ الامتحان هو عبارة عن تأكيد أو عبارة عن تأكد من أن هذا الشخص خبير في مجال العمل الإنساني، وبيجيب سي في بتاعته وبيجيب أوراقه وكذا وبيختبروه بطريقة معينة. بصفة فردية ولا بصفة منظمة مدنية؟ لا يعني كمنظمات. أيوة الاختبار بيتم عبر الاتحاد الأفريقي زائد الإيساف. لا الشخص الممتحن لهذا الامتحان هل هو منظم ولا فرد؟ لا هو فرد. فرد. هو فرد. نعم هو فرد كخبير، وبيكون عنده تجربة سابقة في مجال العمل الإنساني بكافة. فالحمد لله السودان دخلوا هذه القائمة، من السودان قائمة الاتحاد الأفريقي 44 شخص، وهذه هي أعلى نسبة بتاعت مدنيين دخلت على مستوى شرق أفريقيا. واجتازوا كلهم الامتحان؟ اجتازوا الامتحان 44 شخص من 56. ما شاء الله. نعم. هذه هي أغلبية. نعم. فكثير من الدول الذين اجتازوا هذا الامتحان واحد واحد واثنين واثنين وعشرين وستة وعشرين وكذا. معنى ذلك إنه السودان له تجارب يعني ثرة يعتد بها يعني في مجال العمل الإنساني. نعم. على مستوى الأفراد. طيب. كلام جيد، سأعود إليك إن شاء الله في مسائل متعلقة بالتمويل. إلى أي مدى طبعا المكون المدني نفسه يحتاج إلى دعم كبير جدا، لابد أن يتوفر له هذا الدعم. نشوف كيف من المتوقع، ما هي المقترحات التي ستقدمها إيساف للمكون المدني لحل هذه الإشكاليات المتعلقة بتوفير الدعم المالي. أعود مرة أخرى لسعادة اللواء أمين إسماعيل مجذوب. نعم سعادة اللواء، الترتيبات العسكرية نفسها يعني من الذي يوفر الدعم لإيساف، الدعم العسكري من حيث التسليح، نوع هذا التسليح، التنسيق المشترك فيما يتعلق بإقامة مثل هذه المناورات التي سنتحدث عنها ويستضيفها السودان الآن، إلى أي مدى قوات إيسافية الآن من الممكن أن تشكل تجربة نوعية؟ لأنه في البال نحن نتحدث عن تجربة يوناميد في السودان لم يقدم لها الدعم الكافي حتى من الأمم المتحدة قوات الهجين، وهذا على لسان ونحن نتابع إعلاميا طيلة عمل هذه القوات منذ قيام الأزمة في دارفور وحتى الآن، وصولا إلى تخفيض قواتها، عديد قواتها الآن بنسبة 44% كما أشار قرار مجلس الأمن الدولي، على لسان مسؤوليها لم تستطع اليوناميد أن تقوم بالعديد من المهام نسبة لقلة الدعم الذي كان يقدم لها من المنظمة الدولية ومن الاتحاد الأفريقي. إيساف كيف تحل هذه المشكلة؟ بالنسبة لإيساف يعني في نقاط لابد توضيحها. هو عبارة عن مجموعة بتاعت لواء، وتم الاتفاق في قبل عامين في الاجتماع الوزاري إنه يتم تغييره إلى قوات تماشيا مع المنظومة بتاعت الاتحاد الأفريقي. هذه التمارين هي تمارين للرئاسات للقيادات، يعني تمارين مغلقة ليس فيها قوات، ليس فيها أفراد. أفراد يعني هي بس بالنسبة للرئاسات فقط، وتدريب في مجال الإمداد في الدعم اللوجستي العمليات الاتصالات. وهي دائما احنا بنسميها تمارين المعارك الهاتفية، يعني ليست فيها تمارين ميدانية؟ ليس فيها تمارين ميدانية الآن، لأنه القوات الآن يعني في مرحلة التجهيز تكوين. هي جاهزة، كله هو موجودة في دولتها الآن جاهزة. القاعدة اللوجستية زي ما قلت في باماكو، والمغر في أديس أبابا. نحن يعني لا نتمنى تحصل أزمة عشان يتم تحريك القوات فعليا
واشراك في واحده من هذه الازمات، ولكن هذه التمارين، لكن على الاقل بتكون مستعده هي بهذه التمارين. نعم، هذه النوعيه من التمارين هي مستعده وجاهزه من الناحيه المستندات، الدوره المستنديه، صرف الاوامر، تحريك القوات الافتراضيه هي جاهزه. هذا التمرين بياخذ اكثر من اسبوعين. يعني نتحدث الفتره الاولى بيتم فيها اجازات، اجاز من الامداد، اجاز من العمليات، اجاز من التدريب. بعد كده بيتم التزاوج بين كل الرئاسات والغازة القوات الجايين من الدول المختلفة. بعد كده بيتم التمرين بياخذ اكثر من 4 ايام. انا يتوقع هذا التمرين يبدا يوم 27 نوفمبر ينتهي يوم 5 ديسمبر فعليا. وهذا التمرين يعتبر التمارين الراغية جدا، لانه يربط ما بين التمارين التعبوية بدون جنود والتمارين التعبوية بالجنود من الجانبين. اللي هي بيكون في جانب دفاعي مثلا وجانب هجومي. ودي من التمارين الراغية جدا، والسودان عنده فيها يعني خبرة متكاملة مثل ما يسمى بلعبات الحرب. الان تدرس في الأكاديمية العسكرية منذ عشرات السنين. لذلك هذا التمرين هو يعتبر تجديد. متى ستكون البداية؟ البداية إن شاء الله من يوم 20 بتبدأ الوفود تصل إلى السودان. بيتم الإجراءات. كل هذه الدول العشر، طبعا لو 9 دول بالإضافة للسودان. السودان الدولة المستضيفة. بيتم الإجراءات الأولية للتمرين. التمرين بيبدأ فعليا يوم 27 نوفمبر ينتهي إن شاء الله يوم 5 ديسمبر. وفي تغطية إعلامية هتكون مستمرة وإجازات مستمرة. وبرضه في تغطية إعلامية بالمناسبة داخل أفريقيا وخارج أفريقيا. أين ستكون التمارين؟ التمارين غالبا يختاروا لها الأكاديمية العسكرية العليا. والآن دخلت الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في صوبة. برضه دخلت، قد تكون مغر برضه مشترك. ولكن رئاسة القوات المسلحة برئاسة أركان مشتركة. يعني كلها ستكون في الخرطوم. في الخرطوم. يعني لأنه هذه الرئاسات تتحرك دائما في رئاسات الوزارات الدفاع. نعم. الدول العشر. نعم. أهمية كذلك أن يستضيف السودان حدث كهذا، خاصة ونحن في ظل تعافي يعني بحمد الله، خاصة مع اتساع الدائرة الأمنية في دارفور وكذلك في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان. السودان الآن يخطو خطوات فيها تقارب إفريقي قوي جدا، لعب فيها السودان دورا محورية لأهمية موقعه الجغرافي. لكن أين المكون المدني إن شاء الله في هذه التدريبات المقبلة؟ التدريبات القادمة هي في حتكون في البحر الأحمر في منطقة جبيت. لكن قبل ما أتكلم عنها، أنت لمست نقطة هامة جدا وهي حقيقة معضلة وتحدي كبير، اللي هي مسألة التمويل بالنسبة للمنظمة إيساف وبالنسبة للمكون المدني. حقيقة هي ظلت هاجس وظلت مشكلة الناس يعالجوا فيها في كل مرة من الأوقات. حقيقة في بداية العمل تاع المنظمة والتدريبات لقيت دعم كبير من الداعمين المانحين لمنظمة الإيساف، وخاصة المكون المدني فرصته أوسع في التمويل. فوجد حظ كبير يعني من التمويل في التدريب والدورات التدريبية داخل أفريقيا وخارج أفريقيا. كانت تدريبات بمستوى عالي جدا، استفادوا منها كثير جدا من الناس. ولكن في الوقت الاخير يعني تضاءلت بعض الشيء، يعني هذا التمويل، فيظل الناس طوال في بحث وكذا عشان يغطوا برامجهم ويغطوا اشياءهم. زي ما بيقولوا يعني من لا يملك تمويل ولا شيء يعني ما بيملك قراره. فإذا أنت عندك أهداف وأشياء تريد أن تحققها في شرق أفريقيا وعندك عمل أمني كبير وعمل إنساني بهذا الحج، يجب أن توفر دول شرق أفريقيا نفسها هذا التمويل الأساسي لهذا العمل. إحنا استعداداتنا قائمة وتجهيزاتنا قائمة للتمرين في جبيت. وبالأمس إحنا عملنا ورشة عمل إعدادية وتعبوية للكادر المدني السوداني حيشارك في التمرين، وعديناه وفهمناه ما هو التمرين وما هو أهدافه وما هي المهام التي سوف يقوم بها هذا الشخص في التمرين. إذن سنقف كذلك في النقطة المهمة، التمويل. طالما أنه ما هي البدائل؟ هل ستساهم هذه الدول الأعضاء في تمويل
المكون المدني وكذلك بعض العمليات التي ستطلع بها قوة إيساف في هذه المنطقة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير. مشاهدي الأعزاء، نحن لا نزال معكم في هذه الحلقة التي نبحث من خلالها مسار تطور القوات المسلحة في مساراتها المختلفة مع علاقاتها الإقليمية والدولية، وهي تستعد لاستضافة تمرين قوات شرق إفريقيا إيساف. سنعود بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نحن لا نزال معكم على الهواء مباشرة مع ضيوفنا. مسار تطور القوات المسلحة السودانية وهي تستعد لاستضافة تمرين إيساف المكونة من 10 من الدول في شرق إفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستستضيفها ولاية البحر الأحمر في مدينة جبيت. إذا أتوجه الآن من جديد إلى الدكتور فيصل. دكتور فيصل، فيما يتعلق بالترتيبات المقبلة في ولاية البحر الأحمر خاصة في جانبها المدني، إلى أي مدى أنتم على تنسيق في هذا الجانب المجتمع المضيف لقوات إيساف؟ إلى أي مدى استعديتم كذلك لاستفادة هذا الجانب من هذا الجانب؟ حقيقة تم التنسيق مع ولاية البحر الأحمر على مستوى عالي. سيادة الفريق الركن فريق هو الركن يحيى محمد خير قام بزيارة الولاية وقام بمقابلة الوالي والمسؤولين في ولاية البحر الأحمر، وهم على تنسيق تام مع قيادة القوات المسلحة وقيادة التمرين وكل المكونات العسكرية في المكون العسكري في تنسيق تام مع العمل العسكري في الولاية، وكذلك المكون الشرطي عنده ترتيب وتنسيق تام مع الشرطة الموجودة في البحر الأحمر. احنا برضو كمدنيين برضو عندنا تنسيق كامل مع الفعاليات المدنية ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في ولاية البحر وخاصة سنكات، وحيشاركوا معنا كمجتمع مدني في فعاليات هذا التمرين. وعندنا كمان تنسيق إعلامي مع الإعلام في ولاية البحر الأحمر من تلفزيون وإذاعة وغيره، وحيكون هنالك في عمل لإبراز الولاية من ناحية الخارطة الاستثمارية والخارطة التاريخية بتاعتها والمواقع الأثرية التي سوف ننظم زيارات لهذه المواقع. طيب، سأعود إليك إن شاء الله لمعرفة المسائل المتعلقة بالفائدة التي ستعود على المجتمع المدني برأيك من خلال استضافة إيساف، ولكن هنا أتوجه إلى سعادة اللواء أمين إسماعيل. سعادة اللواء، أهمية استضافة السودان لهذا التمرين، ما الذي سيستفيده السودان في هذا الجانب؟ لا، السودان الآن هو رئيس المجلس الوزاري لشرق أفريقيا. نعم، السودان يقود القوة الآن، غايد القوة هو من السودان. السودان الآن بعد تطبيع العلاقات وربع العقوبات الاقتصادية وعودة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الآن السودان أصبح قوة مؤثرة في منطقة جنوب الصحراء بما فيها منطقة القرن الأفريقي. كل هذه الدول الآن تأتي إلى السودان لتستفيد من التجربة السودانية في إدارة بعض الملفات الهامة، ملف الاتجار بالبشر، تأمين الحدود، مكافحة الإرهاب. وكان هناك المؤتمر قبل شهرين بتاع السيسة نوشت فيه أوراق مهمة جدا جدا تتعلق بتأمين الدول الأفريقية وإزالة أسباب التوتر في هذه الدول. نعم. الآن السودان جاهز لتقديم هذه الخبرة بإضافة لخبرته السابقة في فرض السلام وحفظ السلام، سواء كان في لبنان أو في الكونغو أو في تشاد، في الصومال وفي الصومال وأيضا في جزر القمر، ويعني كل هذه المناطق السودان عنده خبرة تراكمية يعني على مدى 30 عاما السابقة. أيضا الآن لو يعني سمحت لي، أنه السودان تغلد وظائف كبيرة. نعم. جدا. ما هي؟ أنا كنت أود أن أسأل عن هذه الوظائف من خلال أدوار إيساف، ونحن لا نزال نتحدث عن فترة تكوين، لكن السودان تغلد وظائف عدة في إيساف، ما هي؟ منذ بداية تكوين القوة في 2004 كان هنالك المقدم محمد عامر العوض ضابط اتصالات، أول من بدأ في هذه الرئاسة، السيد خالد عبد الرحمن المكون المدني يعني عنده خبرة سابقة، عقيد وعميد عز الدين عثمان طه كان رئيس أركان التخطيط في هذه القوة وده منصب رفيع، عندنا المقدم شرطة مفيدة
من العنصر النسائي برضو كانت تمثل العنصر الشرطي، عقيد أحمد حسن العربي من الشؤون المالية، عقيد صلاح الدين عثمان عمر، ومقدم بحري أبازر محمد سر الختم، ده كان برضو في الخلية البحرية، وإضافة للعقيد الركن فتح الرحمن والعقيد جمال ياسين عبد الكريم ديل في جانب الإدارة، وأخيرا المقدم الركن أسامة قمش كان في الاتصالات. كل هذه الاسماء يعني والان عندنا قائد إساف الان الغايد العميد الركن على الدين وهو الان قائد الركن، فكل هذه الخبرات التراكميه جعلت السودان بالاضافه لانه عندنا 44 شخص كما اشار الدكتور فيصل الان امتحنوا وامتازوا الامتحان في المكون المدني، ويمكن دي المره الثالثه انه ينفذ هذا التمرين تقريبا في السودان يعني، فدي برضه يعني الناس وضع السودان في موضع الدوله المؤثره، ولعل هذه خبرات سعاده اللواء تضاف للكادر السوداني للتعامل مع اي طوارئ لا قدر الله تكون ان شاء الله طوارئ خير يعني. ومثل هذه الخبرات تنداح الان في رئاسه اركان مشتركه، في الوحدات الرئيسيه، رئاسه اركان القوات البحريه والجويه والدفاع الجوي، وكل هذه الخبرات الان ادت السودان فرصه انه يقدر يؤثر في بيئته الاقليميه وبيئته الدوليه. نعم. والان نحن نتحدث عن البحر الاحمر. يعني التمرين لما يقام في منطقه البحر الاحمر كلنا نعلم ماذا يدور في منطقه البحر الاحمر، واهتمام القوى الدوليه بما يدور في اليمن وفي تامين المضايق والمداخل تحت البحر الاحمر. هذا التمرين سيكون له بعض المعضلات تتعلق بهذه المنطقه. صحيح. وفي هذا خبره لكل الدول ان شاء الله. نعم. والسودان له حدود متسعه، يعني السودان الان لديه حتى بعض انفصال الجنوب، يعني خرجت حدود جنوب السودان مع يوغندا وكذلك مع كينيا، خرجت دولتان من 9 دول لدينا الان 7 دول هي اتحاد السودان في مناطقه المختلفة. وأنا هنا أتوجه للدكتور فيصل، أهمية العنصر المدني من الاستفادة من مثل هذه التجارب الإقليمية، طالما أنه نحن لدينا مخاطر لا تزال هذه المخاطر ربما تكون موجودة لهذا الجوار الطويل، سواء كان مسكنا من شرق إفريقيا على السودان وحتى من غرب إفريقيا، لدينا حدود لا تزال متسعة ولا تزال هذه الدول فيها العديد من الإشكاليات، في إفريقيا الوسطى في غيرها من الدول لا تزال هنالك هجرات مختلفة تأتي إلى السودان. ولعل الجانب الأوروبي نفسه رأيناه كيف اهتم بالسودان وبهذا الموقع الاستراتيجي له، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر. المجتمع المدني السوداني يعني يستضيف كل النزاعات اللي بتحصل في دول الجوار، هي تؤثر علينا في السودان، ونحن نستضيف كل المدنيين والمواطنين من هذه الشعوب، نستضيفهم في السودان إن كانوا في معسكرات للاجئين أو كان الناس يستضيفوهم داخل المدن كمواطنين وكأهل وكأصدقاء. فالمجتمع السوداني مجتمع مضيف ومجتمع مقيس لكل منكوب ولكل نزاع. والمجتمع السوداني أو منظمات المجتمع هي تعلم إن السودان لديه مع الجوار علاقات بتاعت رحم، والناس هذه القبائل الموجوده موجوده في السودان وموجوده في الدول الاخرى، فهم يعني كل ما تحصل نكبه وتحصل مشكله كل الناس بيجوا ينزحوا للسودان، يعني كما رايتم الان في جنوب السودان، يعني المواطن ما مشى كينيا ولا مشى يوغندا ولا مشى، بل عاد الى الدوله الام، بل عاد الى الدوله الام. ليه؟ لانه هنا حيلقى سوف يجد الترحاب وحيلقى الاعانه وحيلقى المقابله الكويسه وحيلقى من يقيسه في النكبه حقته يعني. فالمجتمع السوداني ومنظمات المجتمع السوداني تبذل جهود كبيرة جدا في إيواء وفي حل هذه النزاعات وفي هذه المشاكل، وللسودان خبرة كبيرة جدا في هذا المجال، وبوجودها كادر كبير جدا ومنظمات عملت في هذا المجال، يعني لها تاريخ ولها تجارب عظيمة يعني. طيب، ما الذي سيقدم بهذا المقابل طالما أن السودان الآن مستعد لتقديم هذا الدعم للتحرك إنسانيا، للتحرك أمنيا كذلك اجتماعيا لدعم هذه التجربة لقوة إيساف، طالما أنها مهمة والسودان الآن له عضوية في منظومات مختلفة، يعني رأينا العديد من الدول تبحث عن مصالح لها في هذه المنطقة، خاصة لوقف الهجرة غير الشرعية، للسودان
قدم مساعدات للاجئين كما اشرت انت في حديثك للعديد من اللاجئين الذين جاءوا الى السودان من شرق السودان ومن غيرها، لكن الى الان الى اي مدى يقدر للسودان هذا من قبل المنظمه الدوليه، من قبل الدول الغربيه التي تهتم بهذا الجانب؟ بمعنى الى اي مدى تدعم هذه المنظمات للاطلاع بهذه الادوار؟ قبل ان تقدر هذه الدول او هذه المنظومات حق السودان، هذه الشعوب تقدر موقف السودان. الشعوب تقدر قبل هذه الدول وقبل هذه المنظومات، لان هذه بعض الدول او بعض المنظمات الدوليه لديها بعض الاجنده الخاصه بها ولديها بعض الاشياء قد تتغاضى عن الاشياء الايجابيه اللي بتتم من المجتمع المستضيف المجتمع السوداني لهذا، قد تتغاضى بعض الشيء في بعض الاماكن، لكن هذه الشعوب لا تنسى للسودان هذه الاشياء. الشعب الاثيوبي لا ينسى وقفه السودان معه، والشعب الاريتري لا ينسى وقفه السودان، شعب جنوب السودان الان لا يخفى، الشعب السوري لا ينسى وقفه السودان معه، كثير واليمن جدا واليمن وكل افريقيا، يعني كثير جدا حتى الدول البعيده من السودان، السودان وقف مع الحركات التحرريه في افريقيا، في جنوب افريقيا، في كثير من المناطق في افريقيا، السودان وقف وقفه قويه جدا في مساله التحرر. لكن هنا نهتم جدا بدور الانترناشونال ايجنسيز الوكالات الدوليه، طبعا المنظمه الدوليه، الى اي مدى ستستطيع ان تقدم الدعم للسودان في هذا الاطار؟ لانه وعد السودان في الكثير من التجارب المختلفه، حتى في عمليه اتفاق السلام الشامل حينما وقع وعد السودان من قبل المنظمه الدوليه ووكالاتها المختلفه بان يقدم له الدعم، حتى بان تعفى ديونه، ديون السودان. السودان الان حينما حصلت مثلا مشكله المجاعه في جنوب السودان كان من اوائل الدول السباقه التي دعمت جنوب السودان في هذه النواحي، خاصة من المخزون الاستراتيجي للذرة، حلت الإشكالات في كثير جدا من الأحيان لإثيوبيا خاصة في مجال الذرة. فكل هذا يعني يحتاج إلى الدعم، يعني الشعوب قد لا تنسى هذه الصداقات للشعب السوداني، ولكن المهم هنا المجتمع الدولي الذي يملك الآليات المختلفة، يملك فرص التمويل، هذه أموال دولية يفترض أن تقدم لمنظمات المجتمع المدني كالمكون المدني الذي نتكلم عنه لإساف الآن. المكون المدني والمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، نعم تلقت بعض الدعومات من المنظمات العالمية والإقليمية، ولكن لم تكن كافية. حتى في السي بي اي، في عملية السلام الشامل اللي حصلت في السودان، لم توفي حتى منظمات الأمم المتحدة والمانحين بوعوداتهم في إكمال عملية السلام وفي عملية بناء السلام وفي مسائل كثيرة جدا جدا وعدت ولم تكمل ولم توفي بالتزاماته، ودي كانت واحدة من القضايا الكبيرة والأساسية، يعني كان بيناقش المجتمع الدولي كله وحتى المجتمع السوداني كله كان بيناقش هذه القضايا. فهذه المنظمات رغم كذا يعني ما وقفت، رغم ان هذه الاشياء ما وقفت، بدعمها المحلي وبامكانياتها البسيطه يعني عملت عمل كبير جدا وعمل مقدر. والان هذه المنظمات العالميه بل المجتمع الدولي يحفظ للسودان وقوفه في قاسة اللاجئين الذين جاءوا من جنوب السودان، والسودان فتح كل المنظمات بكل ما عندها من مقدرات بسيطة وكذا ساعدت في هذه الكارثة الإنسانية اللي حصلت، يعني توقع التعاون في التمويل. نعم توقع التعاون في التمويل، هذا ما كان بشأن المكون المدني سعادة اللواء. يعني هذا الموضوع التمويل كذلك هو موضوع مقلق حتى للجانب العسكري. إيساف، هل يعني تعول كثيرا على الاتحاد الافريقي في هذه المهام وعلى منظومته العسكريه اللي هي مجلس السلم والامن الافريقي، ام انها تعول على المجتمع الدولي الذي مجلس الامن الدولي والمنظومه الدوليه في دعمها للاطلاع بهذه الادوار حتى تكون مستعده لكافه ما هو متوقع وغير متوقع؟ هي حتى الان هي طبعا يعني منظومه اقليميه تتبع الاتحاد الافريقي، احدى ازرع مجلس السلم والامن الافريقي. كان في شعار مرفوع في افريقيا انه كل الازمات تدار وتحل داخل افريقيا. لذلك المجتمع الدولي غير مهتم حتى الان بدعمها ماديا، ولكن في دعم طبعا فني، في دعم تدريبي، لكن احيانا المجتمع الدولي نفسه يبحث عن مصالحه هنا ومصالحه كلها تدار عبر المنظومات الاقليميه. يعني لاحظنا مثلا كيف اهتم مجلس الامن الدولي
بالقضايا المتعلقة. حتى الأمم المتحدة حينما قامت أزمة دارفور في العام 2003 كانت لها قوة حضور بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي، جاءت وشكلت القوة الهجين وركزت على الجانب الأفريقي صحيح، ولكنها كذلك كانت موجودة هي. فدخلت الدول نفسها، يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لها الآن مصالح في البحر الأحمر، لها مصالح في جيبوتي، لها مصالح الآن في عدد من الدول الإقليمية هنا، فستبحث عن مصالحها عبر هذه المنظومات المختلفة كذلك. وجود القوى العظمى في هذه المنطقة هو أمر حيوي لا يمكن التنازل عنه، ولكن الصرف على المنظومات الإقليمية لم يحدث حتى الآن. نتوقع في المستقبل ونأمل، ولكن الآن منطقة البحر الأحمر هي منطقة أصبحت حيوية، لأن المعبر للنفط من منطقة الخليج هي ممر ملاحي عالمي يمر بقناة السويس ويربط البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الهندي. الآن هذه المنطقة موجود فيها الدول العظمى بكثافة، يعني مرات يكون السبب الغرصنة، يكون السبب حماية المضايق المداخل. الآن جيبوتي فيها ثلاثة قواعد، فيها قاعدة أمريكية وفيها قاعدة فرنسية وفيها قاعدة صينية، يعني هو تنافس اقتصادي عسكري. ولعل قوات إيساف ربما لموقعها الجغرافي هي واحدة من أهم المجموعات الخمس، يعني واحدة من أهم هذه المنظومات في المنظومات الخمس، يعني لأن منطقة البحر الأحمر كما أشرت هي منطقة استراتيجية. معنى ذلك أنه قوة إيساف هي التي قد تحتاج إلى التنسيق الإقليمي والدولي أكثر من غيرها من هذه القوات المختلفة. وأيضا تجارة البشر، هذه المنطقة موبوءة بتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، وفي اهتمامات سواء كان من الأمم المتحدة أو من الدول العظمى منفردة أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، لأنه هو المتضرر الأول من الهجرة غير الشرعية. نحن نتوقع أنه بالحضور، وحتى الآن في مراقبين في التمرين يمكن من الدول العظمى موجودين لمشاهدة هذا التمرين والمشاركة فيه بالناحية الفنية، ولكن في النهاية البقاء للاتحاد الأفريقي وربع الشعار تحل كل الأزمات والبؤر الأزموية في أفريقيا عبر الاتحاد الأفريقي. وإلى أي مدى كذلك يستفيد السودان مثل الانضمام لهذه المنظومة وكذلك استضافة هذا العمل، خاصة من الناحية المتعلقة بالناحية التأهيلية والتدريب؟ يعني أنتم في منظومة المكون المدني دكتور فيصل، إلى أي مدى تستفيدون من ذلك؟ ما الفرص التي تتوفر لكم في تأهيل وتدريب الكادر المدني في قوة إيساف؟ أنا أتكلم عن السودان. نعم، احنا توفرت لنا فرص تدريبية جيدة في الإيساف وفرص مستمرة، وفي مثل هذه التمارين برضو توفر لنا فرص جيدة. يعني احنا كان لدينا أكبر عدد من المدنيين شارك في نفس التمرين، مشاريك السلام وان في جينجا في أوغندا، شاركنا ب 24 خبير سوداني شاركوا في ذلك التمرين، والآن نحن برضو نشارك بعدد مقدر من الخبراء بتاعيننا في هذا التمرين، وهي فرص حقيقة فرص جيدة وما يعني ما لا تعوض، يعني لا تعوض يعني. وإحنا حقيقة أرفدنا شباب بمقدرات عالية وممتازة جدا، إن شاء الله يشرفوا السودان تشريف كبير، وحيكونوا إن شاء الله من أفضل المشاركين في هذا التمرين. يعني الشخصيات الأخيرة التي خاضت هذا الامتحان ستشارك في التمرين. نعم. طيب فيما يتعلق كذلك بالتمويل، ربما تكون هناك اشتراكات مثلا على الدول المنضوية تحت هذه المنظومة. نعم. الدول عليها، كل الدول عليها اشتراكات، والسودان واحد من الدول الذي يدفع اشتراكات، ومن السودان يدفع اشتراكات، يعني من أكبر الأنصبة في الاشتراكات في شرق في الإيساف يدفع السودان هو وكينيا، والسودان ملتزم باشتراكاته سنوية. هي السنوية؟ نعم. كم تقدر تقريبا؟ حسب هي هم قسمة تقسيم معين، لكن أنا ما عندي رقم أقول لك الآن يعني، لكن هي حاجة مقدرة على حسب حجم الدولة، عشان الدول وحسب سكانها والحاجة اللي فيها. فالسودان من أعلى الدول نصيبا في دفع الاشتراكات. اشتراكات. نعم. طيب ما الفائدة العسكرية التي تعود على السودان كذلك من هذا
التدريب العسكري المتقدم. نحن نعلم جدا مدى التطور العسكري الذي حدث في السودان في وخاصة في مجال التصنيع العسكري المتنوع، النهضة الكبيرة جدا التي تميزت بها القوات المسلحة السودانية في التصنيع العسكري للمعدات العسكرية المختلفة من الطائرات وكذلك من غيرها من التجارب، تجارب صافات يعني كانت شهدت، والسودان يشارك في معارض إقليمية ودولية كثيرة. من هذه الناحية إلى مدى تستفيد القوات المسلحة من تجربة إيساف؟ وأنا هنا أساس أعتلوها يعني. نعم، الفائدة المباشرة هي يعني تدريب الغادة وضباط الركن على التخطيط والعمل في الرئاسات والتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات، وده أمر الآن أصبح يعني عالمي، يعني كل القوات الموجودة الآن متعددة الجنسيات سواء كان في الأمم المتحدة أو في المجال الإقليمي. الفائدة الثانية هي لما التمرين يكون في أرضك أكيد التدريب بيكون لأكبر عدد، سواء كان من الضباط أو من الصف والجنود أو من الكوادر اللوجستية اللي بتشتغل في خدمة التمرين. وأيضا الآن نتحدث الآن عن شبه قوات مشتركة، قوات بحرية وبرية وجوية، حتى ولو كانت هي تمرين للرئاسات كل هذه القوات تجد فرصة كافية. القوات الأمنية تكون هي مشتركة المشتركة في هذا التمرين. أيضا الآن ارتفع المستوى بتاع هذه القوات إلى قوات إقليمية، يعني الآن كنا نتحدث عن شرق أفريقيا، الآن في تنسيق مع بقية المنظومات الموجودة في الغارة، في تنسيق مع الأمم المتحدة، والآن في المكون المدني والمكون الشرطي، ويعني في توسيع في الأهداف والسيناريوهات اللي حيغطيها هذا التمرين. كل هذه فائدة بالنسبة للسودان. السودان الآن عنده بعض التجارب حيقدمها من خلال هذا التمرين، دي برضو تطبيق لها، تجربة لها، تأكيد على النجاح، دي فرصة الناس يتعرفوا من ناحية اقتصادية على التصنيع الحربي الموجود في السودان. قد تعقد اتفاقيات من خلال هذه الوفود عندما تعود إلى بلدانها تعكس ما وجدته في السودان، التطور الموجود، إفادة الخبراء من السودان إلى هذه الدول، كل هذه مكاسب تعود على القوات المسلحة. والآن القوات المسلحة أصبحت جاهزة يعني على المحيط الإقليمي العربي والأفريقي، لها تجارب ثرة، لها تجارب. والسودان في علاقاته الخارجية العسكرية الآن له عضويات مختلفة في إطار موقعه الجغرافي العربي والإفريقي. النجاح الأخير في عاصمة الحزم أدى السودان يعني حجمه الأصلي وحجمه المغدر، وكذلك المناورات التي تمت هنا. نعم، المناورات العسكرية يعني كان الآن كان في تمرين أحفاد تهراغا اللي هو كان ختام الموسم التدريبي 2017، ده تمرين ما حصل في الدول المجاورة يمكن لعشرات السنين. يعني بدأ من الأسلحة الإسناد وأسلحة الدعم مرورا بالقوات البرية وصولا إلى القوات البحرية في بورسودان، والآن نحن موعودين بعد يومين إن شاء الله في مسيالة هيكون في التمرين بتاع القوات الجوية. نعم، ده ختام بتاع يعني مشروع تدريبي متكامل لكل القوات المشتركه في عام تدريبي واحد. ده برضه بيقدم الان هديه لإيساف. نعم دكتور فيصل، الفوائد التي ستعود على السودان في اطار هذا الانفتاح الكبير عسكريا ومدنيا في علاقاته الخارجيه وعضويته في العديد من المنظومات المختلفه. احنا حقيقه استفدنا استفاده كبيره جدا من التدريب القدم، وده لو أضيف حاجة مهمة في التدريب اللي قدم لنا احنا كمدنيين، احنا التدريب اللي قدم لنا كمدنيين والمادة اللي قدمت والدورات اللي قدمت لا تلقاها في أي جامعة من الجامعات ولا تلقاها في أي مكان من الأماكن، هي تجارب إنسانية متطورة ومتقدمة جدا، أخذوها الناس من يعني مدربين ومن علماء بمستوى عالي من دول أوروبية وأمريكية وغيرها. فيعتمرين يعني تدريب نادر جدا ما بتلاقي في اي مكان من الاماكن. يعني نتمنى لكم التوفيق. يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقه، وانا سعيد جدا بهذه المعلومات القيمه، وسعيد جدا بحضور السعاده اللواء امين اسماعيل مجذوب الخبير الاستراتيجي والعسكري على حضوره والمشاركه معنا، شكرا لك. كما اشكر كذلك الدكتور فيصل عبد الله المحجوب وهو منسق المكون المدني لقوات شرق افريقيا إيساف. نشكرك دكتور على الحضور والمشاركة معنا. شكرا.
شكرا جزيلا. إذا مشاهدي الأعزاء، كان هو جهدنا في هذه الحلقة مسار تطور القوات المسلحة السودانية، وهي تستعد لاستضافة قوات تدريب قوات شرق إفريقيا إيساف التي ستحل هنا على السودان، وستبدأ هذه المناورات في 27 وتستمر حتى الأوائل من شهر ديسمبر المقبل بمشيئة الله تعالى. نشكر لكم طيب المتابعة، ترقبونا دوما في حوار آخر، سنعود إليكم الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. تحية الفريق العامل وتحياتي، في أمان الله.